زهير الشهيبي، محافظ مستشار محافظ المتحف الوطني للفنون الإسلامية رقاد القيروان، باحث في الآثار الإسلامية. نحكيو على الإسهامات العلمية للقيروان خصوصا في مجال علم الطب كما علم الفلك وغيره. القيروان كي نقولوا القيروان هي قاعدة إشعاع تقريبا في كل المجالات الفقهية والأدبية والفكرية والعلوم. العلوم القيروان ما نجموش أن نتغاضوا على ما عرفته القيروان، خاصة في الأمور في ما الأمور الطبية في الشؤون الطبية. القيروان احنا يكفي وأن نذكر زوز أسماء كبار تاع الطب وهما ما يضاهوا في قيمة العلمية: ابن سينا، نعرف أحمد بن الجزار، إسحاق بن عمران. واليوم ما تغيبش علينا في الأمور الطبية ما الرواية متاع تأسيس رقادة، الرواية متاع تأسيس رقادة واتجاه إبراهيم الثاني لتأسيس المدينة هذه، نظرا لكونها معظها أشفيته من مرض الأرق حين رقد بها، وذاك على تسميت رقادة. وسأل، وحتى الرواية النصوص تقول وسأل الحكماء بعد ما رقد، واحد سأل الحكماء، سأل الطب، قال لهم علاش أنا رقدت لنا وأنا ما يجينيش النوم، عندي أيامات في القروان وفي العباسية. دونك رجعوا له للهواء العليل. دونك هذايا ثم ناس متمكنة في علم الطب. والمؤشرات أيضا اللي تزيد تعطينا دعم وتأكد هالمكانة هذه متاع القيروان في أمور الطب، ما يعرض في متحف رقادة في صالة في قاعة القبة من أدوات طبية وصيدلية اللي هما متمثلين في 7 أدوات للجراحة غير ذلك. وهذا يعني أن في القيروان كانت الأمور متطورة في المجال هذايا، المجال الطبي. ونحكيه قبل نحكيه على كيما الدمنة، نحكيه على بيت الحكمة. هناك القيروان أكيد، وهناك مجال للبحث في هذا ويزيد تعريف بهالمجال هذايا وريادة القيروان في هذا المجال. هل كان ثم ما يدل على وجود مستشفى أو دار علاج في القيروان في التاريخ؟ بالنسبة للنصوص التاريخية يتكلمون عن وجود دمنة المجذومين إلى غير ذلك، ولكن أثريا لا نستطيع الجزم، والمسألة محتاجة إلى أبحاث، ولربما نتوصل إلى ذلك، وربما خاصة في الاطلاع على المخطوطات ربما تحيلنا وتشيرنا إلى أماكن هذه المؤسسات، إذا صح التعبير، المؤسسات الطبية. ثم السؤال على مصير المخطوطات والكتب اللي تكتبت، منها الكتب الأطباء اللي حكيت عليهم كما ابن الجزار، هل توجد في المتحف رقادة؟ يعني للأسف ما عندناش مخطوطات. أغلب جل مخطوطات مكتبة القيروان العتيقة هي مخطوطات في الفقه وغير ذلك من العلوم الشرعية، وتفتقر فعلا إلى ما بمخطوطات في العلم. إذا استثنينا بعض المخطوطات تتكلم عن هندسة وغير ذلك، لكن المخطوطات هذه وكتب نشوف صداها في الخارج، يعني هل سرقت على مر التاريخ؟ يعني هذا لا يمكن الجزم لأنها تكون في العهد السابق كانت هناك تنقل للطلبة والعلماء بين المدن وبين الأقاليم، فيمكن أن يكون، لأنه أغلب العلماء المسلمون من بخارى وسمرقند وانتشروا إلى حدود الأندلس، وهناك أطباء إلى غير ذلك في الأندلس، وتوفوا أو ولد في الأندلس وتوفى في مصر أو في تونس إلى غير ذلك. كانت هناك مجال للتنقل بين المدن ويحمل معه أثره